جزاك الله خير خير الجزاء شيخ سائل كان سكن حلية أي شيخ أنا وصحورا هي عدي صلاة الصبح ما أدين كوي وعد ما هي النضاع عن قانتكو هي ما دمين هي سمجر تا آثار كوي ما تي أو فصح هي ساي إن النضاع يدا لا دميسن كرو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسألة بضن صونو نقطة حديث باكوي مت أبي داود يصنع كالقرن إسان من حديث أبي هريرة إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضع حتى يقضي منه حاجته أو كما قال عليه الصلاة والسلام مدكين هطوم مقلوه آذانك السوق وسحورتك عندك ولجرة يوسن شوشن إلى سحورتي سكرنا ما يستو حديث كس أبو داود باب قلوه باب يستي وأنا كأمصي سقوط كسونا واحتجاجية صلاح وتصايا هذا ذلك إيمانين مركا واحد ضوء حديث كاسو إلا كل شيء جينا ما أرى واحد كان أبو حاتم الرازي بالوجود على الكيزة لبا طريقه حديث مولاي ضروب زوي بدين لبا طريقه كمدة أيون كل شيء وقفي وقفي بكل اللي وموقفه أبو داود منه مرفوع هاي بو أركا ترى قدني وحوله وحديث حسنة حاكم نحوله وصحيح على شرط المسلم جماعة من المتأخرين وحجيان ودادها الليينا وذلك أبو حاتم الرازي المتشدد الأقوى الرئيي وقفي ونكوع الليي هذا بعدنا الرواية الموقفة وشيقنا الهلم برانتاي أنا أقول لهم يا هلم وذلك بعدنا وان وإلينا وراء وشيق موقفة سيدنا مهان نقطي وحديث كلاقان كيسو يمعنو تلمام أيو أي تصهيان طبعا حديث وكلم dadka qaar ku waxay maalka xadiis u yahay toban xadiis baa baro ku timid oo asaga la mid ah bal kuwa ka daran ba jira kuwa ka daran ba jiro ay tilmaamaya in uu nabigu suxurtay saxaabada qaar kood suxurteen bacda al aadaan wa qabla al iqama aadaan ki dambe dabadi intaan la aqimin bilaalo nima nabi allah inaan aqiman rabaa ka la yiri yuu isu suxurtaan dhameystay yaani wa aadaan ki dambe يا أقيمت أنتم دحيسي مركب حاوي طبعا حديث أو كلا يا بابك كوي مات لما شاهد الحب بدون البنان كي لنا ولي حديث جابر في مسند أحمد يا حديث أبي أمامة أنا سبا لجورية أبو هريرة لجورية وحال جور شا أبي ذر وحال جور عبد الله بن عم نعاس إلى طبعا حديث باقت ما ضبابك قضية دمرك حديثكو كلي ما شواهديسو طبعا بيكرون عافية طبعاً بيكون رافعاً، وذات با كتاب كقرج قرج قرج جري حديث ده أي سكون رقم من فقهاء، أي سكون رقم من وذات كإسكالي، وحوك يعني حديث كمر هو بابا يستي إلى طبعا حديثه كلام متك أقوي روي هاي حسن لغيره شاهد نغنكرة هل حديثه شديد ضعف في موسى كان طبعاً كاس هل حديثه شديد ضعف هو كواي حتى زوج قدي إنه قد قضى عليه مدول بواصالح ليه يكون شاهداً للحديث بركودنا اسكود بيوم رح بنائين على أقل التقدير حديث كأبو داود نواكا أمصي وواحو جيجتي دار قدنا وحديث حسن وجيري حاكم حول وصحيح على شرط مسلم ذهب في التلخيص كيس على الحاكم حول عصونا واسوده وكالي إلا ذا الله الشيء وقف كان حتى رواية موقفة ما ننهلين ما ننهلين سيدنا ما نقطه حوي كنقا كيسو شواهد بولي حتى حق اعتبارك أو حد لقى قادنا إياه حديث كي أتقرنا إذا عن كافي الصحيح وفي السنن نبي يقول بلال هبيني مو آدم يا يرشين كن يسكعونا إلى أك آدمه ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم نو حل أجي هاي وحو آدم الجري بعد طلوع الفجر بعض الروايات وحيت المامين ما آدم حتى يقال له أصبحت أصبحت رواية كوبري قرحي وصوب عيس والوقت وعضاتي آدم مكان ليد هذا يو آدم الجري مسلمين تمرك سحورين جرى إلى وكا آدم ابن مكتوم وحاش كلام وحاي سحورتين واجي أبريي فجر كود اللاعي وقت ود اللاعي بي يي سحورتين حديد كان مرك صحيح جاي ابن مكتوم يا غير كي حوجنا يا هدي اللي جوا آدم هذا هو اللي عنده كل شيء كل جرى مدى ما يسكر تمي وضع ما يسكر تاوي وضع ما يسكر ما دام ابن مكتوم بقى مكو واجي بدلاع كذب يو آدم الجري مركا وهول خاصة ويو هول شاطو سيزا رواية حديث كاميدا قوليها وحكو أولا آدم كورن ويا لغيابا يسد لغي إلى يقضي حاجته حال آدم كوري
taasa waa xuquuq maangaabni weeyo adaanka hore waxaan maxarimaba adaanka hore suxuur maxarimo haddaan maqlay haddaan maqlay hawl italaaba ma aha adaanka laga hadlayo waa adaanka xarimayay suxuurta diidayay ruwaadda xadiidka wariyay qaybo ka mid a waxay yidhaahdeen wakaana almuadin laa yuadinu xataa yabsuqa alfajru ayagaaba caddeeyeyba muadinkuna ma aadaami jilaa waagu cadaado marka in adaan hore la aado iyadu xugu maangaabnan way iska daaya ku dhaqanka xadiidka jamaaca min asalaf bay ka sugan tahay abuubakr bay ka sugan tahay in la suxuuran karo bacda طuluuc اlfajr sayidina abuubakr sidiiq yay ka sugan tahay bacda طuluuc اlfajr inuu la suxuuran karo wuuna qabay wuuna fatwoon jiray waxaad moodaa halka iyada marka haddii la yidhaahdo abuubakr waa khaldamay waxaa dumaysaa qaacidii sheekh islaam uu sheegi jiray uu odhan jiray lama hay abuubakar oo khilaafay sunanabiga ka sugan sunanabiga ka sugan abuubakar oo khilaafay lama hayo xuquuq dhaawac baa gaadhaya maxaa yeelay haddii la yidhahdo sunnadu waxaa weeye aadaanka labaad marba hadduu dhaco waaguna uu dilaaco suxur waa xaaraan sayidina abuubakar baa qabay bisanadin thaabitin oo saxiixa biitifaaq in la suxuuran karo bacda طuluuc اlfajr waxaa la qabay xudayfa bnu اlyamaan oo yidhi qoraxintay soo bixin waa la suxuuran karaa qoraxintay soo bixin waa la suxuuran karaa waxaa qaba oo laga wariyay sayidina cali bn abi taalib oo in salaad subax intuu tukaday oo wardigii uu bilaabiyey wuxuu yidhi alaana xiina tabayana alkhayd alabyadu min alkhayd alasad waa goorma waa markuu tukaday hadda saxaaba iyo muhaajiriin waxaad ku taqaanaa sada way dheerin jireen qiraa'aad salaad fajar wey baqar iyo aali cimraan bay la kala baxayaan iyo kaafi iyo israa markuu salaada ka baxay kadib buu arkay waagoo si fiican u cadaaday qoraxdu soo dhowdaa wuxuu yihi alaana xiina way ka sugan tahay bisada thaabitin alaana xiina tabayana alfajru cafwan tabayana alkhayd alabyadu min alkhayd alaswad min alfajr taabiciinta curwaa qaba in bacd طuluuc اlfajr la suxuuran karo macmar baa qaba waxaa qaba acmash oo laga wariya jamaaca min ataabiciin jamaaca min asaxaaba axaadiis toban a baabka ku yimid qadiyadu marka qadiyada la fudaysan karaa ma aha ama lagu degdegi karo ibnu cabdilbar iyo ibnu qudaama ijmaac soo guuriya xaafika yidhi xamaay sar iskaga taga masalo waa masala khilaafiya bayna salaf ilaa yowmina haada saxaaba halka ku dhaqaaqay toban xadiid baa baabka ku timid taabiciin baa maray marka ijmaac ma jiree wixii adugu aad dooranaysa ibn cabdilbar oo sheeg buu ku yihi xaafidka farciga waa runtii maxaa yeelay inoo ibn taymiya khilaafka sugaya ibnu xasan baa isagoo shaqaba ka dhagta hawsha iyada hawlihiisii waa hawlihiisii loogu uu jeclaa wey almuhim xadiidku min xayu alfiqi wa min xayu sanaaca alxadiidiya wa min xayu camali salafi xadiid banaanka ayaa la weeyey adugu haddaad jumhuuri tahay iskaga tag laakiin xadiidku anugu inuu sugan yahay lagu dhaqmi karo ayaan qabaa wallahu subxaanahu watacaala aclam bismillah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah kelimadii u horreysay ee majaalista waa inagii soo tilmaanay ama maqaalka yaraa in ku qoray telegramka waxaa ku jiray waa cibaadaadka iyagoo la niyeystay kadib wax buriya lala iman karay kamid tahay soonku soonka aroorti baa habeenkii baad niyeysan maqribkii cishii baad niyeysan suxuurtii baad niyeysan kadibna waa iska suxuuran idan adoo niyeystay inaad soonto ayaa waxyaaba burin lahaa la iman kartaa ilaa laga gaadhayo waagu ka طuluuc اlfajr laga gaadhayo marka haddaad suxuuratood ood beri inaad soonto niyeysato haddana islaamta isku laabato ku laabata dhib ma laha soonka wuli ma jabin ilaa waagu ka baryahay iyo allahu subxaanahu watacaala aclam wayaak baraka allah fiik xayaakum allah wani baraka allah fiikum barnaamijkeenii maanta intaas ayuu inoogu dhan yahay ilaa iyo kulan dambe insha allahu tacaala wajazakum allahu khayr wasalaamu allah alaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullah